لقيت حاجة ما؟ شايل المحفظة. أنا لقيت الموبايل. استر يا رب. في ايه؟ يا خبر اسود، يا خبر اسود. ايه اللي حصل؟ يا خبر اسود. بنتي يا ست، يا بنتي. نمتي يا ست. طلعتي لي منين بس؟ يا ست، يا ست. يا خبر اسود. يا بنتي. يا ست، يا ست، يا ست، طلعتيني منين بس؟ ما ترد انت كمان ست. ايوه يا بهاء، انا عملت حادثه يا بهاء، عايزك تبعت لي عربيه اسعاف فورا. انا هعملك شير لوكيشن بس بسرعه يا بهاء والنبي. بنتي يا ست، يا ست، يا بنتي. يلا 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 بسرعة يا ابني، يلا يلا. يلا 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 بسرعة. براحة براحة براحة. يلا 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 يلا. أنا هاجي وراكوا. ها مين؟ وجرح بسيط في دماغها بسبب إنها وقعت عليها. طمنتني يا راجل، أنا كنت مخنوق جدا. الحمد لله الحمد لله. عرفتوا توصلوا لأهلها؟ ما كانش معاها حاجة خالص ولا حتى محفظة. على فكرة يا مراد، دي أم الطفل بيرضع، صدرها مليان لبن. أوه، أنا سجلها باسم إيه دلوقتي يا مروان؟ سجلها بأي اسم لحد ما تفوق يا بهاء. سجلها داليا، داليا نور مؤقتا. حاضر.
تعال معايا يا مصطفى. صباح الخير. اجازة ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. انت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثه يا ابني. اسف والله يا فندم، وظروف فرح وقت. انا بس سمعت من الحادثه بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقه جدا وبكره الزحمه وما بحبش اجي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هات الشكايه اللي عايزه تتمني وتعالي لي. شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت امرك، احاول. استاذن حضرتك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. خليك معايا ساعتين النهارده كمان. حاضر، تحت امرك. ماشي. يا بهاء انا كويس. بعد ساعة؟ لا لا، هجي لك بعد ساعة. طب قول لي الاول هي عاملة ايه. طيب انا هروح بس البيت اخد شاور واجي لك. ها، يلا باي باي. صباح الخير يا مستر مرار. صباح الخير. تعال معايا يا مصطفى. حاضر. صباح الخير. اجازة ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. فانت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثه يا ابني. اسف والله يا فندم، وظروف فرح وقت. انا بس سمعت من الحادثه بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقه جدا وبكره الزحمه وما بحبش اجي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هات الشكايه اللي عايزه تتمني وتعالي لي. شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت امرك، احاول. استاذن حضرتك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. خليك معايا ساعتين النهارده كمان. حاضر، تحت امرك. ماشي. يا بهاء انا كويس. بعد ساعه؟
لا لا هجي لك بعد ساعة. طب قول لي الأول هي عاملة إيه؟ طيب أنا هروح بس البيت آخد شاور وأجي لك. ها؟ صباح الخير يا مستر مرار. صباح الخير. رايح لحضرتك. ايه الاخبار يا بيات؟ فوق امتى؟ ما تقلقش يا مراد هتبقى كويسه. طب هي شكلها بتفوق. هي مدروخه شويه بس الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامه. ايه اللي حصل؟ انا يا ستي اسف انا خبطتك بالعربيه وبعدين اغمى عليكي فجبناك المستشفى. بس الحمد لله يعني انت سليمه، في شويه كدمات في دراعك وخلاص يعني. سلامتك. صداع دماغي. معلش عشان في كدمه جامده بس في دماغك. صداع. اسمك ايه؟ دماغي. يا مدام انا بسالك على اسمك، انت سامعاني؟ شكلها لسه ما فاتش. اصبر. هو بيقول لك اسمك ايه؟ معقولة نسيتي اسمك؟ مش عارفة افتكر حاجة، مش فاكرة حاجة خالص، مش فاكرة. دماغي ممكن تقومي معايا بالراحة؟ على مهلك، على مهلك. ها تقدري تقولي لنا انت اسمك ايه دلوقتي؟ دماغي هتفرقع، صداع. معلش الدكتور قال يعني حالة مؤقتة وشوية شوية هتفتكري كل حاجة. الدكتور قال كمان ان انت عندك طفل صغير، حاولي كده تركزي تفتكري اسمه ايه. ايوه اي حاجه هتفتكريها يعني هتسهل الموضوع، يعني مثلا عندك ولد ولا بنت. هو انا ام؟ انتوا عملتوا فيا ايه؟ حرام عليكو. انا عايزه امشي من هنا. لا ما ينفعش تتحركي. اوعي. لا 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 اوعي. لا 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 لو سمحت. اوعى مشوني من هنا. بليز بليز خليكي خليكي. ما تمشي. الحركة خطر عليكي دلوقتي. صداع. مشوني. دماغي. بعمل ايه؟ لا الجرح بتاعك بسيط وما فيهوش اي حاجه. ايه الدلع اللي انت فيه؟ وايه الخاتم ده بقى؟ حاولت اقلعه لك كتير وانت كنت رافضه تقلعيه. شكله غريب الخاتم صح؟ ده يلا عشان ناكل بقى. لا ماليش نفس عشان خاطري. ليه بس كده؟ ما تسمعي الكلام. مش طايقه ريحه الاكل. هاكل بعدين. طب هجيب كريم وارجع تاني اقلب. وانده لي الدكتور بقى. حاضر. اديني جيت لك اهو يا سيدي بنفسي. ازيك يا بهاء؟ ازيك يا ست. هاكل. لا مش هينفع كده، انت خلاص هتخرجي من عندنا، لازم تاكلي كويس عشان تشدي حيلك. هو انت قررت تخرجي يا بهاء؟ هي مش محتاجه تقعد اكتر من كده، الجروح اللي عندها سطحيه
ينفعش تقعد في المستشفى اكتر من كده، هكتب لها على شويه فيتامينز وخلاص. بس دي لسه مش فاكره اي حاجه خالص. اوكي، ده اثر الوقعه على دماغها، ولو في اي حاجه هنتابع مع بعض. هو انا لو خرجت من هنا هروح فين؟ يومين يا مراد، يومين اكلمك ما تردش عليا. انت ناسي ان انا اختك الصغيره؟ ايه في جرالي حاجه ولا محتاجه حاجه ولا عندي ازمه؟ اعمل انا ايه؟ لا بجد زعلانه منك. ازاي حضرتك؟ ازيك يا فردوس؟ اتفضلي العصير. ميرسي. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. ماما اخبارها ايه؟ كلهم بيسلموا عليكي. الله يسلمك، مش محتاجين حاجه؟ شكرا، تسلمي. قهوتك يا مراد بيه. خليها هنا. اتفضل. كنت بقول ايه؟ انا زعلانه منك. ما خلاص بقى يا ليلى، ما تزعليش، ما انا قلت لك حقك عليا. انا بجد كنت مشغول. عذر اقبح من ذنب. مشغول عن اختك بايه يا مراد؟ عملت حادثه، خبطت واحده بالعربيه. او ماي جاد، وماتت؟ ماتت ايه، حرام عليكي، يعني مجرد كدمات بسيطه وخلاص. خلاص بسيطه، نو بروبلم. يعني المهم انا عايزه 5000 يورو عشان مسافر لبسانت روم، هقعد 3 شهور هناك. اي نيد ماني ارجنتلي. حاضر، بكره هحولهم لك في حسابك. ايه مراد، شكلك زعلان عشان طلبت منك فلوس. ليه بتقولي كده يا لالا؟ ما انا قلت لك حاضر، انا بس دماغي مشغول بموضوع الست اللي انا خبطتها دي. عادي يعني، ما تدي لها تعويض، دي لها قرشين، اي حاجه يعني. ايه المشكله؟ المهم سامح ابنك جاي؟ لا لغى اجازته. احسن حاجه عملها في الدنيا حد يسيب كندا ويجي مصر. يجي يا ليلى، يجي عشان اشوف ابوه وانا اشوف حفيدي. ولا تاني في المانيا بقوله تعالى، بيقول اصل انا مشغول مشغول، تعالى انت. ليه يعني؟ أنا مقطوع من شجرة مثلا؟ مكتوب عليا أعيش لوحدي كده ماليش أي حد؟ ليه مراد بتقول كده؟ هو أنا بسيبك خالص؟ أمال أنا قاعدة معاك بعمل إيه؟ يلا I have to go now. طيب يا حبيبتي. أنا مسافرة بكرة طيارتي، هقعد 3 شهور. See you. أنت مش عايزة أي حاجة؟ لا، تيجي بالسلامة إن شاء الله. ما تنساش تحولي الفلوس بليز يا مراد. حاضر. أوكي. حاضر. حاضر. يلا حبيبي. ثانك يو. باي باي. باي باي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فردوس، اسنديها لو سمحت. ألف سلامة عليها. فردوس، داليا دي هتبقى ضيفتنا وهتمشي من هنا لما تخف. دي في عينيا يا فردوس. خلي بالك منها واعملي لها كل اللي هي عايزاه. ها؟ في عينيا، ما تقلقش. داري؟ أنا مهلك. لحظة كده بعد إذنكم. أهي ساعة. كمان ساعة. لا، في الطريق، في الطريق. أخليهم يستنوني يا ساعة. ماشي، يلا سلام. ما تسيبنيش. بصي انا مضطر اروح المكتب على الاقل ساعه، بس اوعدك مش هتاخر. يلا نورتي، اتفضلي. مع السلامه. خلي بالك منها يا فردوس. ما تقلقش عليها، انت نورتينا. شكرا. على مهلك. مالك في ايه؟ ايدي بتوجعني. سلام عليكي. استنيني بس. البيت ده ما شاء الله البيت حلو جدا. الفيلا عجبتك؟ قوي. وانت اسمك فردوس؟ ايوه انا اسمي فردوس، وممكن تقوليه كمان يا دوسه. دوسه؟ بقالك كتير بتشتغلي هنا؟ يعني مش كتير قوي، 7 سنين. ما تقلقيش، انت هتنبسطي معانا هنا جدا. مبسوطه؟
البيت حلو جدا ومستر مراد ده راجل جنتيه جدا، وكمان مامتي كانت شغاله هنا قبل. ما تقلقيش انتي هتنبسطي معانا جدا. تيجي اوريكي اوضتك؟ انت حلوه برضو كده؟ حلوه دي هتجنن. طب يبقى خليكي معايا عشان ممكن ازهق، ما بحبش ازهق. ما تقلقيش احنا على غيري مع بعض ونتكلم وناكل. دي هتنبسطي هنا. البيت حلو جدا يعني كمان. بصي كل دي الاوضه بتاعتك. بما ان الموافقات والتراخيص جت بدري شهر، عايزين بقى نستغل الفرصه دي وننجز، بس ننجز بحق حقيقي. الكلام ده معناه ان مشروع الكومباوند الاولويه عند كل واحد فينا. مختار انا عايزك تخلص ملف التسويق، عندك اسبوع. حاضر. مش اكتر من كده. حاضر. شركات النظافه والامن والصيانه يا استاذ عبد الحميد عايزين نعودها تجهز اسرع من كده عشان نخلص يعني. امر. أما أنت بقى يا مروة. أيوة فندم. ده بالنسبة لك هيبقى أول مشروع كبير هتعمليه للشركة، فأرجوكي عايز حاجات لطيفة مش تقليدية يعني، ورا الصندوق زي ما بيقولوا. هحاول يا فندم. طيب إحنا كده اجتماعنا خلص، الأسبوع اللي جاي في ميعاده ما لم يحدث أي جديد، ماشي؟ شكرا، تفضلوا. ما تمشيش يا مختار، أنا عايزك. ها؟ حاضر. أستاذ مختار الشغل كله عطلان بسببك. بسببي أنا؟ ليه كده بس؟ مش احنا المفروض قلنا نقعد مع بعض علشان نختار تصميمات البروشورز؟ يا ستي انا موافق على اي حاجه تختاريها. لا يعني برضو لازم نشارك بعض في الراي وكده. في الراي بس؟ مختار. ها؟ انا عايزك. حاضر بعدين. ايه اللي انت لابسه ده يا مختار؟ ايه ماله؟ انت عارف ده بكام؟ ما علينا، انا عايزك تيجي معايا حفله الوزير. حاضر. بس مش تيجي لابس كده، هيبقى فيه ناس مهمين وبتاع، انا عايز تيجي لابس بدله محترمه. ينفع اجي لابس صندل؟ مش هريج يا مختار. اخبار الضحيه بتاعتك ايه؟ لا خرجت النهارده من المستشفى وعندي موجوده في البيت يعني. لسه مش فاكره اي حاجه؟ بس هتفتكر ان شاء الله. يا ريت يا مختار يا ريت. بعد اذنك يا مستر مراد هسلم لسعد مفاتيح المكتب النهارده. خلاص مصممه لازم تمشي فعلا. اه يا سيدي هتتجوز. الف مبروك يا نانا. ميرسي يا مستر مختار عقبالك. لا مختار مش هيعمل كده ابدا. يمين بعدي على حسابات انا عملت لك مكالمه. الف شكر يا مستر مراد، مع السلامه. اتفضلي. انت مش هتقوم تغير بقى ولا ايه؟ مش هتتجوز بقى مراد. سيبك مني انا. قوم ونلحق الميعاد بالمظبوط. ها انا قلت لك الوزير ما بيشربش يا ابني. يا انا كنت جعان قوي. الله يكون في عون سيادتك، اكيد بتنسى تاكل. والله يا مختار انا ما فطرت. والله يا معالي الوزير انا مش عارف اشكرك ازاي، يعني الموافقه بتاعت المستخلصات دي جت في وقتها، اشكرك جدا فعلا. ترى يا راجل انت، ده احنا اخوات. اه طبعا احنا اخوات يا شفيق. احنا شغلنا مظبوط يا جماعه. بس هو بس معالي الوزير بيوفر عليا موضوع الوقت عشان ما يفهمونيش غلط يا باشا. وبعدين يعني هبقى عبيط لو ما استغلتش انه اعز اصدقائي وزير ولا ايه؟ عايز اقول لك انك قريب قوي مش هتحتاج تستغلنا يا مراد. تحب بقى تسمع الخبر المفيد يا مراد؟ خبر ايه؟ اسمك بيتردد بقوه في الدوائر السياسيه. وده مش بدعم مني لوحدي طبعا. يعني ممكن قريب قوي نبارك لك على الحقيبه الوزاريه. سامع معالي الوزير بيقول ايه؟ يعني أنا لو بقيت وزير هتبقى مدير مكتبي. هو ألبس لك بدلة بقى وأقعد على مكتب من 9 ل 5؟ أكيد لأ. لا هتعمل كده. بعد إذنكم. أهي فردوس. مساء الخير يا مستر مراد. أنا بجد آسفة جدا إني بزعجك دلوقتي. بس أنا عايزة أبلغك إن داليا هنا مش راضية تاكل. دي غلبتني بس عشان تغير هدومها. هو أنتِ مش اشتريتي لها هدوم؟ لا لا ما تقلقش خالص، أنا نزلت وجبت لها هدوم. بس هي عايزه تنام من غير ما تاكل. انا بصراحه مش عارفه اعمل معاها ايه. خلاص يا فردوس ليه تنام دلوقتي؟ انا لما اجي هتصرف. انا في اجتماع مهم يا فردوس. خلاص مع السلامه. عن اذنكم يا دقيقه. انت رايح فين؟ دقيقه واحده وجاي. قول يا مراد. هو ليا فيلا في الكومباوند الكبير ولا لا؟
الكومباوند وصاحب الكومباوند تحت امرك يا معالي الوزير. تحاول تقول لي خبر حلو زي ده وانا هفض لك طلب. ماشي يا فيه. ايوه جيت العربيه 5 minutes. اوكي لو احمد اتاخر انا ممكن اوصلك. هو حضرتك بتشتغل سواق بعد الظهر؟ لو واحدة زي القمر أنا بشتغل أي حاجة. مختار ناصر. وأنا مالي؟ لا وأنا مالي إيه؟ أنا سايب ترابيزة عليها وزير علشان أجي أتعرف عليك. شفيق الجمال، شفتك قاعد معاه. لسه مالي بإيدي. شهيرة القاضي. رايحة فين؟ مش هتقدري تمشي دلوقتي. ليه بقى؟ أولاً أحمد لسه مجاش، ثانياً شكلك بنت محترمة وبتفهم في الأصول وما يصحش واحد ما بيتكلم معاكي مش حاجة غلط تسيبيه وتمشي. أحمد اتصل. أي يا أحمد وصلت خارجة حالي. استني بس، أنا لو عايز أشوفك تاني أو العكس هنعمل إيه؟ لا ما اظنش هينفع. تليفونك؟ وهمشي. أنا مش فاهم أي حاجة من السايكايترست ده يا بهاء. يعني إيه مش فاهم؟ هتفتكر إمتى؟ الدكتور يقصد إن المرجعية الطبية للحالات اللي زي دي قليلة جدا، وبالتالي مفيش أي معايير محددة نقدر نتوقع بيها تطور الحالة. يعني إيه؟ أنا هفضل كده مش فاكرة حاجة عن نفسي. أنتوا لازم تلاقوا لي حل. ما هو أكيد في علاج. قول له يخليني أفتكر تاني. ما انا مش عارف اعيش حياتي كده.
عايزه افتكر حاجه يا دكتور. ها ايه الاخبار النهارده؟ انا كلمت دكتور بهاء وقال لي ان ايدك خلاص بقت زي الفل وممكن كمان نوقف المره. طب ايه رايك اعمل لك بقى سندوتش؟ انت بقالك يومين ما اكلتيش سندوتش واحد بس. طب بلاش سندوتش، نشرب عصير. معلش انا بحس ان عايزه اشرب عشان مفيش نفس دلوقتي. طب قولي لي، طيب انت ايه اللي مزعلك؟ خايفة من ايه؟ ما اعرفش والله ما اعرف، انا مش عارفة ايه اللي بيحصل لي وايه اللي ممكن يحصل لي. حاسة اني تايهة. طب احكيلي فضفضيلي، احتمال ترتاحي. ما اعرفش، انا في حاجة غالية ضاعت مني وقلبي بيوجعني عليها. ايه هي الحاجة دي؟ احكي لي عليها. مش عارفة والله ما اعرف. طب بصي بقى، مراد بيه اللي انت قاعدة عنده في البيت ده راجل طيب جدا 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 وغني قوي كمان، وهو يعرف ناس مهمين قوي في البلد واصحابه كتير جدا ومهمين. يعني انت لو عندك اي مشكلة مهما كانت كبيرة قوليها له وهو هيحلها لك بمكالمة تليفون واحدة. ما اعتقدش الحالة اللي انا فيها حد يقدر يحلها. انا زي اللي كان طاير في السماء وفجأة وقع على الارض، مش عارف وقع ليه ولا عارف يطير تاني. انت كده حيرتيني معاكي، انا مش فاهمة منك حاجة. طب بصي بقى، انا لازم اقوم دلوقتي، انتي لو عوزتي اي حاجة اي حاجة ناديلي بس. الله، انت هنا اهو، بتعمل ايه في ورقه يا ولد؟ صباح الخير يا مستر مراد. داليا، ده سعد السكرتير بتاعي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ داليا، منوره يا فندم. شكرا. مختار فين امال؟ والله يا فندم لسه ما وصلش. طيب هاتوا لي انا قهوه وهاتوا لداليا عصير برتقال. اوكي حاضر. لا انا عايزه شاي بلبن. شاي بلبن؟ حاضر. ايوه انت فين يا مختار؟ انت لسه نايم؟ لسه نايم. الساعه كام؟ الساعه 12 الظهر يا حلو. خلصت الماركتنج بلان؟ خلصتها.
سبتها لك مع سعد امبارح. يعني انت مش جاي الشركه ولا ايه؟ جاي الشركه ليه بقى؟ ما عندنا شغل يا بني ادم. عارف انك تبي زي القمر اول ما تصحي. أيوة. بتكلم مين شكله زي القمر؟ لا لا مش انت. رايحه فين؟ هعمل نسكافيه. نسكافيه؟ هات النسكافيه وتعالى يا حلو. وما تنساش ميعاد الساعه 9 ميعاد الحفله. لا مش فاكر انهي حفله. حفلة سيادة الوزير يا بني ادم. ماشي. لا سلام. اختار ده ابني التالت اللي انا ما خلفتوش. تالت؟ هو انت عندك ولاد؟ انا عندي ولدين فعلا. ده سامح متجوز وعايش في كندا ومخلف بنت. اسمعي ما شاء الله. وده هاني متجوز وفي المانيا وعنده ولدين. ما شاء الله عيله حلوه. يعني انت جده على كده؟ وما بشوفهمش بقالي 3 سنين تخيلي. ليه بس؟ زي ما انت شايفه انا مشغول طول الوقت وهم كل واحد ملهي في حياته. معلش. تعال يا سعد. ده الملف الخاص بخطه التسويق. سابوه لك امبارح مستر مختار قبل ما يمشي. طيب انا برضو كنت طلبت الملف بتاع تراخيص ارض العين السخنه. جهزته ولا نسيته؟ انا اسف يا فندم، بس بصراحه بعد ما امان ما مشيت وسابت الشغل يا فندم بقيت مش ملاح يا فندم. بقالها شهر شهر وانا خلاص خلاص يا سعد خلاص روح خلص الملف. خلاص عن اذنك. طب ما انا استلم هنا وابقى السكرتيره واساعد سعد. وانت هتقدري؟ اقدر. اقدرش ليه؟ اقدر بس انا مش عارف حتى انت خريجه ايه، اشتغلتي قبل كده ولا لا؟ انا كمان يعني مش فاكره حاجه ولا اعرف انا اصلا اعرف ايه بالظبط، بس اجرب ويمكن يعني. طب بصي انا موافق بجد. بكره هتيجي معايا حفله وهيبقى ده اول ظهور رسمي ليكي كسكرتيره خاصه ليا، ايه رايك؟ حفله؟ بس انا ما عنديش يعني لبس يليق على حفله وكده، انا ما عنديش غير الكام حاجه اللي انت يعني مشكور جبتهم لي. بسيطه جدا، انا هنشرب قهوه وهننزل نجيب احلى لبس يليق بالشغل الجديد، ايه رايك؟ ماشي موافقه، شكرا قوي. تمام. Thank you.
Thank you, Yasmin, for all the efforts you've been doing throughout the period. Please don't mention it. It's been my great pleasure working with you. Anyway, tell me, so how long have you been speaking the language? How long? Actually, as you know, I still can't remember anything about my past. I understand. But it seems I've been speaking this long time ago. All right. Thank you. Hi, how are you? I'm fine. How's your student? Oh, she's brilliant. بجد هايلة. Great, great. I'm proud of her. Yes, we all are. طبعا ما كنتش عارف الكلام ده من غير ياسمين. ابدا. على فكرة انا بقالي سنين ما شفتش حد عنده قدرة الاستيعاب اللي عندك. ميرسي. Anyway, we're done for today. Thank you, Dahlia. Thank you. We'll chit-chat later on and I'll excuse myself. All right. Okay. Thank you, Yasmin. Thank you, Yasmin. Thank you. Bye. عجبتك؟ عجبتيني؟ جدا جدا جدا. ميرسي. على فكره انا مسافر باريس بعد كام يوم كده. اجي معاك. بصي والله انا فكرت اخدك معايا بس فجاه افتكرت انت لا عندك لا باسبور ولا حتى بطاقه. اه ازاي نسيت المصيبه اللي انا فيها؟ انا ما كانش قصدي ازعلك. لا انا ما زعلتش. انا بس افتكرت. افتكرت ايه؟ افتكرت اني يعني تايهة بين دنيتين، اللي فات ومش فاكراه ومش عارفة أوصله، واللي أنا فيه دلوقتي وبرضه مش عارفة أعيشه. لا 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 لا، أنت مش لازم تفكري بالطريقة دي خالص. أنا مراد الجرحي أقدر أعمل حاجات كتيرة جدا. يلا قومي جهزي عشان نروح للشركة. آه يلا. آخر دفعة للمقاول هامل وجهات بـ 20 مليون جنيه. ده بقى يا فندم شيك الدفعة مقدمة لشركة سيارة بـ 10 مليون جنيه. طيب خلي الأستاذ عبد الحميد يكلم البنك ويسأل على الشيك بتاع عمل المقصة دوت واقف. أوكي. وخليه يرد عليا النهاردة. حاضر يا فندم. تقوم بحاجة تانية؟ اتفضل يا فندم. أنا طلعت زيك. أنا كويس. بص أنا عايز منك دولارات. دي مليون على الأقل. لا ما الحساب الدولاري فاضي. أنت هتصرف بقى يا طلعت. يا سيدي خد الكوميشن اللي أنت عايزها، المهم الفلوس دي تكون عندي أنا الأسبوع اللي جاي بكتير. ها؟ ميرسي يا طلعت، شكرا، تحياتي. مالك؟ ولا حاجة، مركزة معاك. عندك فلوس كتير ما شاء الله. بقالي ساعة بسمع 10 مليون و20. وانت معاك كام؟ طب انتي متخيلة ممكن يبقى معايا قد ايه فلوس يعني؟ انا معرفش. 100 مليون مثلا؟ نعم اكتر من كده شوية، شويتين تلاتة كمان. طيب أنا عايزة أسألك سؤال، هي الفلوس دي مخلياك مبسوط؟ ده سؤال صعب جدا يا تاريخ. بصي أنا اتولدت غني، الشركة دي ورثتها عن أبويا كبرتها، بس أنا عمري ما حسيت إن أنا كنت محتاج الفلوس يعني. بس برضو ما جاوبتش على السؤال، خليك انت يعني كشخص من جواك مبسوط؟ ما اعرفش. انا كل اللي انا اعرفه اني مش اي حاجه شخصيه كده بعملها لنفسي مخليني سعيد. يعني انت مثلا لو معاكي فلوس ممكن تبقي سعيد؟ انا كمان ما اعرفش، لاني اصلا مش فاكره اذا كنت غنيه ولا فقيره. برضه مش عارفه اجاوب على السؤال ده. طب تعالي نجرب حاجة. اطلبي مني أي حاجة، أي حاجة مهما كان تمنها وأنا هنفذها لك. وتعالي نشوف هتبقي سعيدة ولا لأ. نفسي في إيه؟ نفسي أعيش عيشة أبقى مطمنة. إن لو في يوم من الأيام صحيت من اللي أنا فيه ما تروحش مني.
يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ده ايه الأبهة دي كلها؟ البدلة دي تسوى لها ايه؟ باكو؟ لو انت السادة باكوين هتتعاكس يا سيد المعلمين. استلميني بقى، مش انت اللي قلت نستخبى في النظافة؟ وانا بصراحة عجبتني النظافة. شايفة الجزمة دي 600 جنيه، كنت قاعد مع واحدة من اللي بتعامل معاهم، واحدة نظيفة، لقيت للراجل بيتحكم عليه من جزمته. تخيل يا فتون 600 جنيه. 600 جنيه الجزمة؟ يا معلم يا ابو الجزم يا جامد. جبت البطاقة؟ اه بطاقة، حلاوة البطاقة وجمال البطاقة. بصي قولين يا اخويا دي صورتك. عادل فكري شحاته. اه اللهم صل على النبي. ودي سليمة بقى ولا مضروب؟ لا سليمة بس ملهاش ملف. يعني ايه؟ يعني مفيش حد عنده شهادة ميلاد اسمه عادل فكري شحاته، ملهاش اصل. طب خد. وبالقبهة دي كلها رايحة عند مين؟ عند إيهاب؟ طبعا عشان اللي جاي بقى. طب بقول لك ايه يا اخويا؟ اه استنى البس هدومي واجي معاك، عايز اشم هوا. تيجي معايا فين؟ هو رايح القناطر. قناطر ايه؟ طب انا هخرج. هتخرج تروحي فين؟ اتسنجح، اروح في اي حته. هو اي ساعه وخلاص؟ اه انت عايز تقعدني هنا ليه؟ عايز اتسيع 24 ساعه. بقول لك ايه؟ اه جيب لي حشيش وانت جاي، انا ما عنديش غير سيجارتين. يا مفضوحه يا مفضوحه. خد هنا. الله. هاي ازيك يا اخويا؟ اهلا. مبروك. يبارك في عمرك ربنا. ايه ده، هو انت بتحب الجري؟ يعني لسه رايح الجيم. الله اكبر، اللهم صل على النبي. فرصه سعيده. انا اسعد يا اخوي. فتون. وانا ناي. اهلا وسهلا. اهلا. ويا ترى انت بقى عايش لوحدك؟ لا انا والدي. اه طب اسيبك بقى للجيم. بالسلامه يا اخوي. اتفضل. سلام عليكم. اهلا اهلا اهلا. صاحي؟ انا ما نمتش اصلا، انا يا دوب ريحت نص ساعه كده وخدت شاور عشان اعرف انزل. الروايح الحلوه دي. اتفضلي. انا كنت عايزه اطلب منك طلب. اطلبي. ينفع ما تخرجش النهارده وتقعد معايا؟ بس بديت معاد لناس صحابي. ماشي اوكي خلاص، انا بس كنت عايزه يعني نقعد نتكلم شويه. نتكلم في ايه؟ نتكلم في اي حاجه، بس يعني نقعد نتكلم ما تخرجش يعني. طيب انا وعدك مش هتاخر. اوكي ماشي انجوي. كنت ناويين الجاكيت ده بحضرتك. خلاص بقى انا مش هنام بقى وهستناك. اه طبعا. ماشي؟ رايت. باي. مشيتي ليه؟ انا عايز اقول لك ان انت عملتي ده عجبني قوي.
جدا. اللي انا عملته؟ اه اهتمامك بيا ده، حضنك اللذيذ. بس انا ما كانش لازم اعمل كده. ليه؟ ايه اللي يمنع يعني؟ يعني انت حد مهم قوي، وانا واحده دخلت حياتك صدفه. اصلا انا مش فاكره اي اب ليا، ولا فاكره اي اخ ولا عم. وبعدين انا ممكن شويه وامشي من حياتك. ممكن ما تمشيش يا دلال، انا خلاص اتعودت اشوف جنبي. يعني اكيد انا دلوقتي صعبان عليك، وبعد شويه. لا لا لا، ده كان في الاول، انما دلوقتي انا مش هسيبك الليله دي. بصي انا عايزك تروحي تغيري هدومك عشان هنخرج نسهر بره. بجد؟ يعني هنخرج. طب والناس اللي كلموكم مستنيينك ده؟ طز في الناس. بجد نفسي مرات. خلاص انا هغير وارجع بسرعه. طيب. Let me help you first. اوكي. 10 سنين من غير جواز لوحدك مش كتير؟ كتير فعلا. ريد ولا وايت؟ وايت. ما هو اصلا انا طلعتها بعد ما الحياه خلاص استحالت بينا يعني. بعد كده قلت اخد هدنه مع نفسي شويه. الولاد كبروا سنه ورا سنه وسافروا، وانا اتعودت اعيش لوحدي. واحتمال برضه كنت خايف اخش تجربه تانية اتعذب وبتاع، فطنشت يعني. هي بقى اتجوزت. مش عارف نتصل ببعض يعني. Life goes on. ما تيجي نغير الموضوع ده بقى. نغير؟ تحب نتكلم في ايه؟ عايزين نتكلم عنك. عني انا؟ وانا فاكره حاجه عن نفسي عشان اتكلم. انا لو هتكلم عني يعني هتكلم عنك انت بس. انا مش فاكره حاجه قبلك ومش عايزه افتكر. انت البني ادم الوحيد اللي في حياتي دلوقتي. لا ده مراد هنا. هو ده. ممكن اسلم صدقني. ايه الصدفه جميله دي؟ انا هاي مختار. اتفضلوا جانس. اتفضل خد. ما قلتليش يعني انا مختار جاي. أنا ما كنتش عارف بس عادي يعني. إيه الأخبار؟ تمام. أنت مش قلت لي إنك هتسهر في المعادي مع نعمان بيه؟ آه، ما أنا لغيت المعاد بتاع نعمان بيه. قلت أخرج أنا وداليا نتعشى بره من باب التغيير يعني. أنت ما عندكش مانع طبعًا. لا ما عنديش طبعًا. أنا فكرة يا مختار، أنا كلمتك مرتين النهاردة عشان البنك أخد التو يونتس، وطبعًا أنت ما ردتش. لا ما هو ده الطبيعي بتاعه. البي ده انا بقعد اكلمه يوم بحاله على ما يرد عليا. سوري معلش، انا كنت عامل التليفون على سايلنت فمسمعتوش. بس امبارح وانا بقيت عند مختار عملنا الموبايل سايلنت، فما خدناش بالنا غير اما صحينا من مالهم التو يونت. اداره البنك عايزه تغير بند من بنود العقد. اوكي اكلمهم بكره واشوف عايزين ايه. لا خلاص بس بقى ما زهقتوش من الشغل طول النهار شغل. خلاص بعيد عن الشغل. انا على فكره داليا انا برسم لك لوحه. ترسم لي انا؟ بجد؟ بقول لك ايه؟ انت فنان على راسي وعيني، بس انا بحذرك خليك بعيد عن داليا. لا وانا جيت جنبها. لا بجد يا مراد خليه يرسمها لي بليز. على فكره مختار رسام فظيع، لسه عامل لي لوحه وانا ميوت، كانت تحفه. ميوت؟ من خيالي. Cheers. Cheers. Just take it. هلا روي. هلا هلا. فعلا في ستات زينك وده كتير، بس هي دماغها دي ما بتتكسفش خالص. دمها تقيل وقلة الأدب قوي. سوري يا فندم، حضرتك تسكتي كده؟ لحظة. بصي أنا مختار ده شفت معاه ستات أشكال وألوان. كذا مرة امبارح تلمح إن هما كانوا مع بعض في حاجة عيب، وهو اتكسف. لا 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 لا، مختار الكذب
انتي ما تعرفيهوش، هو بس عشان انتي كنت قاعده فكان حاسس. مالك يا مراد؟ مش عارف. مراد في يا مراد؟ انا مش مراد. نفس الحقوني مراد. داليا قاعدين جنبنا. It's unbelievable. مش قادر اصدق واحد في سنك يعرض نفسه يديله ذبحه. انت بتقولي ايه يا ليلى؟ انا لا عرضت نفسي لاي حاجه، انا فجاه تعبت وخلاص يعني. ويا ترى تعبت ليه؟ ايه اللي جد جديد؟ بقى تجيب واحده تقعد معاك في البيت؟ يا مراهق؟ انت خطرافي بتقولي ايه؟ لا يا ليلى، ما فيش لزوم للكلام ده دلوقتي خالص. انت ازاي اصلا تفكري بالطريقه دي؟ مراد انت كده هتتعب تاني، اهدى. ما تنفعلش الوضع ابوك. انا عايزه اعرف مين دي؟ وايه اللي خلاها تقعد عنده في البيت؟ دي كانت هتموته. لو سمحتي بلاش تخليه يتكلم في حاجه تضايقه دلوقتي. ايه ده ايه ده؟ بتكلمني دي؟ انت مين انت عشان تكلميني بالمنظر ده؟ انت ازاي تدخلي بيني وبين اخويا؟ انت تخلصي خالص فاهمه؟ ايوه ايوه طلعها بره مختار. انت بتطردني عشان واحده زي دي؟ والله اخي نحفته هبلغ ولادك، مش هسيبك تبهدلني وتبهدل نفسك. سامع؟ ايه يا ليلى؟ ايه؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ عشان خاطري اهدى يا مراد. انت فاهمه الموضوع غلط خالص. الحكايه ان مراد خبط داليا بالعربيه. الحكايه ان البيه اللي جوه له علاقه بالسفله دي، ولان سنه ما يستحملش القرف ده وقع من طوله طب. ممكن تسمعيني؟ أنا مش هسمعك، أنا مش عايزة أسمع القرف ده كله، أنا هعمل اللي عليا وهروح أبلغ العيال، ومش عايزة أشوف وشه لغاية ما نخلص من الزبالة دي. يا ليلى. مش ممكن أختك دي فظيعة.
بحاول اشرح لها انك خبطت البنت دي. مفيش، بكلم كشك. اختي مزعجه يا مختار، انا عارفها مزعجه وشريره. انا اسفه يا دالي، اسفه. وانت ذنبك ايه يا مراد؟ مش عارف ايه اللي خلاها تفكر في حاجه زي دي وبسرعه قوي كده. اهي وانت سريعه وغبيه. اسمع يا مختار، انا مش عايز لا ليلى ولا اي حد يعرف حاجه عني، مفهوم؟ لو سالتك على موضوع داليا او اعطيتيها اي معلومه كويسه، انا عايزها تقعد تحرق في نفسها وتموت بغصها كده. انت شكلك ابتديت تتعب، انا هندهلك الدكتور. لا 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 خلاص، انا بقيت كويس مختار، كويس. انا اسف كمان مره يا داليا، اسف. وانت ذنبك ايه يا مراد بس؟ طب انت محتاج مني حاجه؟ انا لازم اروح واعمل كام مشوار كده وارجع لك تاني. ممكن يا مختار بليز تكلم فردوس تبعت لي هدوم، انا ما غيرتش من امبارح. حاضر، ميرسي. خلي اسمك. مع السلامة. انا مش مهمه خالص دلوقتي، المهم انت تقوم لي بالسلامه وتخف لي وبسرعه. انا عايزه ادام. هطفي لك نور الاوضه. معلش يا اسفة، انا ما صدقت انه نام، بقى له نص ساعة بس مغمض عيني اتفطر. انت كويس انه نام على فكرة عشانه. طب طمنينا عليه، هو عامل ايه؟ هو احسن الحمد لله. الدكتور بهاء قال ايه؟ قال ان حالته مستقرة وقلبه بقى تقريبا زي ما كان في الاول. الحمد لله. بس هو اداله شوية علاجات هيمشي عليها يوميا ومنعه عن التدخين. في حد زاره؟ قصدك اخت ليلى؟ لا الحمد لله ما جاتش، انا كنت مرعوبة لا تيجي وانا لوحدي، كنتش عارف اتصرف اكيد. انا افتكرت حاجة ضحكتني. والله؟ مالها دي؟ انا عندي صداع، انا لازم اشرب قهوة، هنزل الكافيتيريا عشان اجيب قهوة. تحت في اول دور. اه ماشي اوكي. مش من هنا يا ماما، من هنا. اه من هنا يا حبيبتي. يا مين دي؟ دي مروه زميلتنا في الشغل، محترمه جدا بس جدا. شربت كاس وواضح ان دماغها خفيفه. حرام يا عيني. ما تقلقيش، ليلى مش هتيجي هنا تاني بعد ما طردها ماما، اطمني. انا طبعا ما كنتش حابه ان ده يحصل، بس اللي قالته ليلى ده يا مختار مش مظبوط. أنا متأكد. أنا عارفة إن وجودي عند مراد في البيت ملوش أي معنى، بس هو راجل محترم واحتواني، أي حد مكانه كان ممكن يسيبني. ما أعتقدش يا داليا لو حد عارف إنك محتاجة مساعدته هيبقى سهل عليه إنه يسيبك. أنا بقالي فترة مش قصيرة عند مراد في البيت، بصراحة عمري ما شفت منه أي حاجة تخوفني خالص. داليا انت جميله، جميله قوي، مش الشكل بس. حتى انت يا مختار، بما ان كلام ليلى مش مظبوط وانا عارف ان هو مش مظبوط، انا لازم اسالك سؤال. لا مش هتسال، عشان انا تقريبا عارفه انت عايز تقول ايه. انت بتحب مراد؟ طبعا طبعا لازم احبه. تصور واحده في ظروفي وقابلت واحد زي مراد وعمل كل اللي عمله عشانها، تفتكر احس له بايه؟ ممكن تقول لي؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك يا مختار؟ ايه هيخرج امتى بقى؟ بكره بعده بالكتير، اطمن. هو بقى كويس قوي، يرتاح بس اسبوع 10 ايام ويرجع لحياته الطبيعيه. هخش اشوفه. ميرسي يا دكتور. ازاي؟ طب نشوفه. هيا بطل، عامل لي مشاكل انت ليه بس بهاء؟ الله، احنا مش في سن بعض،
لما الناس تقلبك دهاف وعجزت انا هيتقال عليا ايه؟ عجزت زيك؟ انت هنا من امتى يا مختار؟ بقالي شويه بس جيت لقيتك نايم فما رضيتش ازعجك، قعدت مع داليا شويه بره. داليا تعبت معايا قوي يا مختار. اكيد. اوعى تقول كده يا مراد، ده انا لو قعدت جنبك 100 سنه برضه مش هعرف ارد لك الجميل. انت تقدر تخرج بس ما تعملش اي مجهود، وزي ما قلت لك مفيش سجاير ولا دهون. الحمد لله على سلامتك يا مراد. ميرسي يا عن اذنك. ميرسي يا دكتور. انت بقى تسيبك من الشغل والدوشه دي وتروح تاخد اجازه كده على البحر، تشوف فيو حلو وتدلع نفسك. فكره كويسه جدا. تيجي نسافر باريس؟ باريس؟ طبعا انا اتمنى، بس انا ما عنديش باسبور. مش انت برضه ده بتحل الحكايه دي يا مختار؟ كل حاجه وليها حل اكيد. طيب عايزين نطلع باسبور داليا، عايزه تسافر معايا. اعتبره حصل. اغرموني شويه. وحشني جدا. الحمد لله على السلامة. حاسس كاني بقالي سنة ما جيتش. الفردوس فرحانة. ازيك يا مختار؟ والله انت نورت يا مستر مراد، الحمد لله على السلامة. الله يخليك يا فردوس. أنا عارف إن أنتِ مبسوطة بس بلاش حكاية الزغاليد دي لو سمحتي. غصب عني بقى من فرحتي والله. فردوس الأكل من هنا ورايح مسلوق والملح قليل. من عينيا الاثنين. شوفي مختار بيشرب ايه. لا انا تعبان هروح بقى. ما تنسيش الميعاد بتاع السجل المدني عشان ده ورق كتير عشان نعرف نطلع لك الباسبور. ده بكره صح؟ اه ماشي. تعبينك معانا يا مختار. ماشي. انا شفت من غير البهدله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا ابي. مع السلامه. سلام. انا عايز اشرب قهوه يا فندم. حالا القهوه تجيلك. لا قهوه ايه؟ 2 اورنج بليز. قهوة ايه يا مراد؟ الدكتور قال مفيش قهوة. ليه كده؟ ما هو قال قهوة واحدة في اليوم كويس. لا قال واحدة في الشهر، قهوة واحدة في الشهر. الشهر ده كتير يا داليا. ماشي 25 يورو. اورنج بليز حبيبتي. أحلى اورنج يجي لك حالا. لو خليه اسبريسو. اسبريسو؟ ماشي ماما قهوة لا. عارفة لما كنت في المستشفى ساعات لما كنت بفتح عينيا الاقيكي جنبي كده كان جايلي إحساس إن أنتِ خايفة عليا، خايفة لأموت. مش كده يا مراد بعد الشر عليك. تعرفي؟ أكتر حاجة كانت شغلاني إيه؟ أنا كنت خايف لا بعد ما أموت يعني تتبهدلي. مش غلاسة بقى، ما تتكلمش في الموضوع ده. ربنا يخليك ليا، يحميك من كل شر. يعني أستاهل القهوة. هتشرب العصير على بال ما أخد الشاور. يلا روح. عليا تجيب لي مية. ماشي. أول ما رجع معلش يا ست الكل، آخر حاجة بقى هتيجي لي كده بإذنك. أيوة تمام. أيوة كده. أيوة معلش بقى السكانر بايظ والسيستم واقع وعشان كده هتيجي تاخد الفيش بكرة. ومال بسيطة ليه كده بس يا أستاذ مختار؟ ده بتخيلك علينا. ينفع أنا أجي أستلم بدلها؟ وما ينفعش طبعا بس عشان خاطر حضرتك كله ماضي. شكرا يا سيدي. احلى امر حضرتك. يلا. يلا. مع الف سلامة. مع السلامة. معلش يا مختار ممكن تساعدني اطلع البرفان امسح ايدي؟ اه. ماشي. انا كنت عايزة اسأله امتى هيبقى عندي الباسبور؟ الأول نتيجة الفيش تطلع طلع لك شهادة ميلاد جديدة وبعد كده بطاقة وبعدها الباسبور. تهيألي مش أقل من 20 يوم كده. وبعدها تبقى اتولدتي من جديد. يا ريت. Thank you so much. تمام. أهلاً. هلو، معاد الدواء. ميرسي. بالهنا والشفا. متشكر يا داليا. قاعد لوحدك ليه؟ ولا حاجة. أنا أصلاً مش عايز حتى أنزل بالسرير. طفيت الموبايل مش عايز أسمع أي دوشة خالص.
ليه بس؟ طب تعالى ننزل نقعد في الجنينة شوية. جنينة ايه؟ أنا بقالي ساعة بتحايل على نفسي أقوم أخد شاور ومكسل. تقولي لي جنينة؟ شاور؟ طب قوم. يلا إيه؟ قوم. هتقوميني برضو؟ هقومك أه هحميك. تحميني؟ آه. لا لا ما ينفعش. تعالى تعالى. مش هينفع. ليه مكسوف مني؟ أه طبعًا مكسوف. ليه مكسوف؟ أنا زي بنتك. تعالى. يلا حضر لك سلام. لا 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 خليك أنت خليك أنت. أنا هدخل أخد شاور وأخرج بسرعة. خليك كذلك. ماشي. وادي قاعدة. هاني انت لازم تسمع كلامي وتعمل اللي بقولك عليه. خد موقف. لازم تخلي بابا يطرد الست اللي عايشة معاه في البيت دي. تاني يا عمتي انا اصلا جاي عشان عرفت انه دخل المستشفى، وبعدين الست دي ما عرفش عنها اي حاجة. ما انا قلتلك هي سبب في كل اللي حصل له. يلا حلوة دي. بس مستر مراد ما يعرفش ان حضرتك جاي النهارده. اه انا عامل له مفاجأة. هو مراد فين؟ في اوضته حضرتك. طب انا هطلعه. بتعمل ايه؟ ايه ده؟ في حد يستحمى في 3 دقايق؟ اه انا. يا سلام. من كنت تخليني انا اللي احميك. كنت هتعملي ايه انت بس؟ انت مجرمة. مجرمة ليه؟ عشان اسمع. هاني ازيك يا حبيبي؟ معقولة؟ تجد ازاي؟ الحمد لله على سلامتك. بابا ازيك؟ الحمد لله. عرفت انك تعبان فكان لازم اجي اطمن عليك. بس انت واضح ان صحتك بقت زي الفل. داليا ده هاني ابني صغير اللي في المانيا. اهلا يا داليا. ازاي صحتك دلوقتي يا حبيبي؟ كويس. انت مالك بتقول كده؟ اه تكون فهمت غلط. لا ما فهمتش غلط طبعا، بس عمتي ليلى معايا بضع، هي اللي جايباني من المطار. عمتك؟ اه. طب انا عن اذنكم. نايس ميتينج يو. هاي نايس ميتينج يو تو. سودوني يا حبيبي. اون كوم اوس. سودوني ما تكلمني عربي. البس هدومك واستر نفسك كده وتعالى لي برضه. استر نفسك دي. طبعاً مش هترد يا مختار. عارفك. ألو.
انتي نمتي ولا ايه؟ لا 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 انا في الاوضه ما خرجتش. لا لا ما تخضيش انا كويس. لا طبعا مش مكسل اجي عندك ولا حاجه، انا بس مش عايز ازعجك، بس في نفس الوقت كان نفسي اسمع صوتك قبل ما انام يعني. ازيك عامل ايه؟ حاسه اني قلقانه وخايفه. قلقانه وخايفه؟ ليه حصل حاجه ضايقتك؟ اهتمامك بيا ووجودي هنا جنبك مخليني مرعوبه انه يجي يوم وامشي. وتمشي ليه بس؟ ايه اللي هيخليك تمشي؟ دي أنا مش فاهم، ده مش وقت مكلف في موضوع زي كده خالص، دانيا أنا عايش معاكي أحلى أيام عمري. لكن أنا ما لكنش. أصلاً من ساعة ما اتشقت الأرض وطلعتي لي وخبطتك بالعربية وأنتِ بقيتي أهم حاجة في حياتي. مش بإيدي. أنا مش فاكرة موضوع العربية ده. بس بليز يا مراد أنا مش عايزة أمشي من هنا. أنا مش هسيبك أبدا. ما تسيبنيش. تعالي. أنا مش هسيبك يعني مش هسيبك. في ايه مالك؟ شفت كابوس ما فهمتوش. كابوس؟ طب اقعدي احكي لي. حلمت انك مش عايزني معاك هنا في البيت وعايز نمشي. كوبيسي يا شيخه، الاحلام دايما بتتفسر بالعكس. ويلا قومي من فضلك اجهزي عشان احنا متاخرين على الشركه وعندنا مواعيد كتيره جدا. يلا. هي الساعه كام دلوقتي؟ ساعة داخلة على 9 اهو، متأخر شوية يعني. معلش يا مراد أنا حاسة إن أنا مش عايزة أروح الشركة النهاردة. طيب خليكي. هستناك هنا. أقوم أحضر الفطار. هو أنت خدت الدواء؟ لا أنا مش عايز آخد دواء بعد كده. مش حاجة اسمها. بصي داني أنا قلبي زي الحديد الحمد لله، أنا مش عايز دواء. ماشي ماشي بس هتاخد الدواء. هو حضرته هنا وحضر الفطار تفطر وبعدين تاخد دواك. صباح الخير مختار. ها انت في مين؟ انا كلمتك ولا 100 مره ما بتردش عليا. بعدين صباح الخير يا استاذ مختار. صباح الخير. لسه مراد سأل عليك مرتين. ده اللي جواك؟ لسه ما جتش. انت فين يا مختار؟ بكلمك ما بتردش عليا، رحت فين؟ ابدا كنت
بشوف حاجه كده مهمه جدا لازم احكي لك عليها. لا 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 حاجه مهمه ولا حاجه. اقعد، انا اللي عندي حاجه مهمه وعايز احكي لك عليها. اختار. انت صاحبي قريب مني صح؟ صح. طيب في حاجه حصلت امبارح لازم اقول لك عليها. اتفضل. انا بحب داليا. وبعدين؟ بحبها جامد. امبارح كنا مع بعض. ما انتوا على طول مع بعض يا مروه. ليه ليه ليه؟ مختار ركز معايا. مع بعض يعني؟ مع بعض يعني؟ معايا. وانا قررت اتجوزها. نعم. تتجوزها ازاي؟ مش دي كانت؟ كانت متجوزه. بس هي دلوقتي اسمها داليا نور ومش ممكن تبقى حد تاني. افرض ذاكرتها رجعت لها. مش هترجع لها يا مختار، مش هترجع لها صدقني. صدقك ازاي يعني؟ لو كانت هترجع لها كان حصل ده من زمان وكانت افتكرت. يا مراد داليا دي واحدة كان عندها حياة كاملة قبلك ما نعرفش عنها. ما يهمنيش يا مختار، مش مهم بالنسبة لي، أنا بحبها جامد وما عنديش استعداد إن أنا تبعد عني خالص. أنا أول مرة بحس بكده يا مختار، أنا راجل عكوس برضو. أنا مش عارف سكين هتقدر تفهم ده. يعني تخيل نفسك تصحى تلاقي واحدة عايشة عشانك، عشان يا مختار، بتأكلني وتشربني وبتحميني وتديني الدواء. طب أنت فاكر يا مختار لما كنا في المستشفى، فاكر إنها قعدت أسبوع بحاله ما بتنامش والست مش منتظرة أي حاجة. يا مراد الست دي ليها ماضي. نسيته يا مختار، نسيته. صدقني. أصدقك إزاي؟ صدقني أنا دلوقتي كل حياتها. أنا مش شايف أي حاجة تجمع ما بينك وما بينها. يا مراد مش هينفع تتجوز داليا. خلاص نفضل زي ما احنا. والناس؟ ناس مين؟ ليلى اختك، ولادك، الناس هنا في الشركة. لا لا يا مختار، الناس دي ولا فيهم واحد اهم مني. انا اهم حد هنا يا مختار. وبعدين الناس دي عايزين مني ايه يعني؟ مستكترين عليا ان انا مبسوط مثلا؟ طب بص، انا القرار خدته خلاص. داليا دي هتبقى بتاعتي ومش هسمح لأي حد ولا أي حاجة تاخدها مني. طب بذمتك أنت مش حاسس إن أنا مبسوط؟ أنا اتغيرت؟ طب بلاش، أنت كنت جاي عايز إيه؟ لا مش مهم بقى دلوقتي. مش مهم ليه؟ ما تقول، تبوظت ليه يعني؟ يعني موضوع ما يجيش حاجة جنب اللي أنت حكيته. داليا؟ ايه اللي مقعدك هنا؟ تعالي اقعدي معايا. يلا تعالي نقعد. خير؟ كنت عاوزاكي في حاجة. قولي لي. عايزة اشتري هدية لمستر مراد. وطبعا انت بما انك عايشة هنا معايا فأكيد تعرفي هو بحب ايه وما بحبش ايه وكده. بس هو عامل لي معاملة حلوة أوي وجاب لي حاجات كتير. يعني فكرت اجيب له حاجه كده تفرحه. انت عايزه تجيبي له هديه؟ بس ده سؤال صعب قوي. صعب ازاي؟ انت بقالك هنا كتير يعني اكيد تعرفي هو بحب ايه. بصي مستر مراد ده اطيب راجل ممكن اقابله في حياتي، كريم جدا. هو وعيلته اغنياء قوي من زمان، الفلوس دي عندهم كتير جدا، مش مخليهم محتاجين اي حاجه. هو عمره ما دخل عليا. بس أقولك أنا هعرفك إيه أكتر حاجة ممكن تساعده. إيه هي؟ الاهتمام. إن حد يهتم بيه. كتير بيشتكيلي إن ولاده ما بيسألوش عليه وبيغيب عنه لفترات طويلة. عشان كده أكتر اتنين بيحبوهم أنا ومستر مختار. إنتي عارفة؟ لو اهتميتي بيه هحبك جدا، وكمان هتعوضي لي النقص اللي هو حاسس بيه. الواضح إن هو محتاج اهتمام. عشان هو بيهتم بالناس كلها. اقول لك على حاجه، انتي من ساعه ما جيتي هنا مستر مراد اتغير تماما. على طول يقوم مبسوط وبيهزر، ده بيهزر معايا انا شخصيا. انتي غيرتيه خالص. انا اديني جيت يا شفيق. ايه الخبر بقى عشان انت خضتني؟ عشان كده ما كانش ينفع اقول لك الكلام ده في التليفون يا مراد. اسمع، انت مرشح دلوقتي لوزاره الاسكان والموضوع ده خلاص تقريبا اكيد.
كنت اوصله النهارده الصبح. انا طبعا كنت عارف الكلام ده من بدري بس كنت مستنى طول رغده. انما المشكله بقى شركه المقاولات بتاعتك دي ممكن تعطل الدنيا برمتها. ما انت عارف برضه مراد مش معقول هتبقى وزير وفي نفس الوقت عندك اكبر شركه مقاولات في البلد. خلاص اكتبها باسم حد من ولادي. عموما انا جبتك هنا عشان اقترح عليك اقتراح زياده. بس برضه يا ريت تشيل ولادك من الصوره. يا شفيق بس انا ما اقدرش اسيب الشركه لاي حد يعني. لا ينفع ولو بشكل مؤقت يا مراد. ده لو انت عايز تبقى وزير فعلا. طيب سيبني افكر. طبعا الاتفاق اللي عملناه مع الشركه الروسيه دي مكسب كبير قوي يا مختار. العقود اللي بيننا وبينهم بتقول ان احنا هننفذ المباني ونشطبها. وانا بفكر كمان ان احنا نستغل. مختار انت معايا؟ ايه انت مش هنا خالص. سوري انا سرحت. كملي. طب انا كنت عايزه اسالك حاجه كده. انا كنت عايزه اخد مراد ونسافر حته عشان يعني يغير جو. تفتكر يحب يروح فين مثلا؟ مكان فيه بحر ولا جرينري اكتر؟ بيتهيألي لو انت هتسافري مع مراد مش هتفرق كتير انتوا هتروحوا فين، لانه طول ما هو معاكي هو مبسوط. مختار انت شايف ان مراد كتير عليا؟ اكيد لا، بالعكس. من غير مجاملات قول يعني مراد والشركات دي كلها والمال ده كله يحبني؟ ما اظنش الراجل عنده اختيار قوي في الموضوع ده. لا مش فاهم. اي حد يا داليا هيقرب منك هيتعلق بيكي قوي وهيلاقي نفسه حواليكي، بس حتى لو يعرف 100 ست قبل كده هينساهم كلهم وهتفضل انتي بس. احنا كنا بنتكلم عن مراد صح؟ صح. خير يا سعد؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله يا فندم. داليا فين؟ كانت في قسم التسويق دلوقتي يا فندم، كانت بتراجع بس العقود بتاعت الشركات الاجنبيه. طب خليها تجي لي لو سمحت. حاضر. سامح بليز افتح الماسنجر وي نيد تو توك. ودلوقتي خير يا بابا. خير خير، مالك مخدود كده؟ ما ينفعش اطمن عليك ولا ايه؟ تحت امرك يا مراد باشا. انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. والبنوته كويسه؟ كويسه الحمد لله يا بابا. بص انا معروض عليا ان انا اكون وزير ومحتاج اتكلم معاك. وزير؟ وهتفرق معاك في ايه الحكايه دي؟ يا ابني انا محتاج اتكلم معاك، استشيرك اعمل ايه؟ خصوصا ان انا لازم اتنازل الشركه لواحد فيكم. بصراحه يا بابا انا مش فاضي وعندي شغل كتير هنا، مش هقدر انزل قبل 6 شهور على الاقل. 6 شهور؟ ايوه 6 شهور، مش اقل من كده. لا مستحيل. طيب خلاص، لا انت ولا اخوك فاضيين لي بقى، هعمل ايه؟ طب هتعمل ايه قول لي. مالكش دعوه باللي انا هعمله بقى، وسيادتك لما تبقى فاضي يبقى كلمني. يلا سلام. انت غريب يا ابني غريب.
في ايه يا مراد؟ مالك متضايق ليه؟ ابني كبير بقول له حبه وزير، بيقول لي دي هتفرق معاك في ايه؟ طب عشان خاطر ايه؟ ما ينفعش كده، اعصابك مشدوده. اناني جدا سامح ده يا داليا. انت عارفه ان انا اديته اكتر من 4 مليون دولار عشان يفتح شركه، وفعلا فتح شركه وبقى بزنس مان كبير، ودلوقتي لما احتاجه يقول لي اصل انا مش فاضي غير بعد 6 اشهر. طب هو الوزير شفيق مش قالك انه ما ينفعش تنزل لاولادك؟ عايز منهم ايه؟ ما لازم يبقوا موجودين يا داليا، يعني انا لما اموت ما دي هتبقى شركتهم برضو. بعد الشر عليك. وبعدين انا موجوده اهو، خد رايي انا، ولا انا ما ينفعش يعني عشان انا سكرتيره صغيره في شركه سعادتك؟ ما هي انا ما كنتش عارف اعمل ايه لو ما كنتيش موجوده معايا يا داليا. كنت برضو هتبقى وزير وقدها وقدود كمان. ايه رايك في مختار؟ مين مختار؟ يعني انت بتثق فيه وبتحبه، نزل له هو عن الشركه. انا فكرت في مختار فعلا، وفكرت في اختي ليلى كمان. لا 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 لا، اهدي بقى اللي ما تنفعش. ليلى ايه؟ ولا مختار كمان ينفع. مختار ده طاق مجنون، يعني مش قد المسؤوليه. انا مربيه صدقيني. باين من هدومه. طب ايه الحل؟ ما هي المساله ان الوقت ازف. عارفه لو حكمت ان انا ابيع الشركه دي انا هبيعها. انا عارفه ان الموضوع صعب قوي بالنسبه لك، بس برضو انك تبقى وزير دي اهم. بس كمان ما ينفعش تتنازل عن الشركه كده وتضيع منك. وانا شايفاك كده مشدود قوي اليومين دول، ومش عارفه اعمل لك ايه ولا اساعدك ازاي. انا عرفت، هو فنجان قهوه كده يعدل مزاجك عشان تعرف تفكر كويس. فكرة كويسة جدا. مبروك يا فندم، هروح اسجله في المكتب يا مراد بيه على اذنكم. رسميا بعد ساعة واحدة من دلوقتي هتبقي صاحبة أكبر شركة مقاولات في الشرق الأوسط يا داليا هانا. هانا؟ لا ده على الورق بس. ومختار فين يا عبد الحميد؟ انا بحاول اكلمه طول النهار مش بيرد عليا. يعني مش عارف يا فندم، حضرتك تؤمر بيه؟ انا عايزك تجيبه من تحت الارض وتيجي انت وهو 9 بالليل عندي في البيت. تحت امرك يا فندم، بس اقول لمختار ايه السبب؟ اما تيجوا هتعرفوا. امرك يا فندم، استاذن حضرتك. اتفضل. النهارده بالليل انت هتبيع حرم مراد الجرحي، وبعد كام يوم هتبيع حرم الوزير مراد الجرحي. ايه رايك؟ انا طبعا فرحانه قوي، مش مصدقه نفسي. اللي بتعمله ده جنان يا مراد. اللي بعمله ده اعقل حاجه عملتها في حياتي. مع الوزير. ازيك يا شفيق؟ لا انا كويس. لا مبسوط شويه. بقول لك ايه يا شفيق، انا كنت عايزك تعدي عليا في البيت الساعه 9 بالليل النهارده. النهارده ايه؟ مفاجاه. اما تيجي بقى يا شفيق هتعرف. طيب طيب، مع السلامة. مع السلامة داليا، تيجي نروح نتغدى برا؟ هات المفاتيح معاك بليز. فكرت في اللي احنا اتكلمنا فيه، وبصراحه مش شايف حل يناسبني غير اللي انت طلبتيه. انا لازم افضل جنبك، انا بحبك كده ليه؟ حتى بعد ما عرفت كل البلاوي السوداء اللي انت عملتيها، انا
فعلا لسه بحبك. لا مش هينفع يا مختار. انا عايزك تقف جنبي بس ده مش معناه انه اي راجل تاني يدخل حياتي. انت مش عارف انا خايفه ازاي. حد يبقى عنده الشركه دي كل ده ويخاف. ولاد مراد اتفقوا مع الوزير شفيق انه يضغطوا عليا وياخدوا مني الشركه. يعني دعوة الوزير كانت علشان تقابلي سامح وهاني. وهددوني. قالوا ايه؟ قالوا كتير. سامح ده لو كان يطول ياخد مسدس يضربني بالنار ما كانش قال لا. ولا هاني قعد يقول لي انه ده كله تمن ليلة مع ابويا. هي كانت ليلة وكان جوزي. بس يا مختار ما حصلش بيني وبينه حاجة. انا كنت عامله نفسي قدامهم انه مش فارقه معايا وجامده ومش خايفه بس انا كنت مرعوبه من جوايا. ده متوقع من ولاد مراد. طبيعي يعملوا حاجه زي كده. انا غلطت ان انا ما جيتش معاكي. بس كنت هتعرف منين؟ مختار انا بجد مرعوبه. بص يا داليا، انت بقيتي صاحبة شركة، ده أمر واقع. بس أنا عمري ما كنت أتخيل إن كل ده ممكن يحصل معايا. مش عارفة أتصرف ولا عارفة أعمل بالفلوس دي إيه والشركة. أنا فعلا مش عارفة أتصرف لوحدي يا مختار. أنا عايزك تقف جنبي وتسندني. أنا فكرت أديك فلوس عشان الموضوع ده بس. لا ثانية واحدة، أنا فهمت إن أنت أكبر من الموضوع ده بكتير. عارفة يا داليا، أنا جيت النهاردة علشان أطلب منك إنك تتجوزيني. بس يظهر إن أنا معاكي ببقى دايما خطوة متأخر. لأول مراد ودلوقتي مش عايزاني اقرب منك. يا مختار افهمني، الموضوع مش فيك انت، لا انت ولا غيرك. ده انا اول مره احس ان انا ينفع اقول لا. اديني بقولها. وانا موافق. تحت أمرك لغاية لما تغيري رأيك. ولو ما غيرتش رأيي هتغيري. بعدين بقى دي رابع نسخة من العقد وبرضه وزارة الإسكان عاوزة تعديلات. طب وبعدين يا استاذ عبد الحميد، اللي بيحصل ده مش شغل، لازم مدام داليا تتدخل في التعديلات دي. يا سعد، ما هي مدام داليا قافله تليفونها ومختار ما بيردش عليا، انا مش عارف اعمل ايه. العقود دي كان المفروض تتمضي من يومين وشيكات المرتبات متعطله. طيب يا استاذ عبد الحميد وبعدين؟ مش عارف مش عارف. الله يرحمك يا مراد، ربنا يستر يا سعد، ربنا يستر. ارجع 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 زي النغمان. ارجع ماشي، ارجع انت ورا في الحته اللي ورا دي. مش عايز حد عينيكوا صاحيه. ها ايه الاخبار؟ سعاده الباشا كله تمام يا باشا، عملت زي ما حضرتك امرت. اتنين في ظهر الفيلا من ورا غير الثلاثه اللي موجودين هنا في الجنينه، في واحد هنا برضو في الطرف الرابع غير الثلاثه اللي ورا في ظهر الفيلا. كويس جدا. هم دول كل الناس اللي معاك؟ اه يا باشا، هم دول اللي انا جبتهم. طب معلش هتطلب من عاطف بيه يبعت لنا ناس تاني علشان عايز امن كل الشبابيك اللي في الدور الارضي اللي هنا دي. تحت امرك يا باشا. ممكن كمان نزود كاميرات هنا عشان تبقى شايف الدنيا اكتر، ونجيب واحد هنا عند الشباك ده وواحد عند الشباك التاني. فكرة الكاميرات مش وحشة. متشكر. مش كلنا عاطف بيه. حاضر يا باشا، تحت امرك. باشا. ها؟ هو في خطر على حياة مدام داليا؟
لا احنا بس شفنا حد في الجنينة افتكرنا انه ممكن يبقى حرامي فقلنا نأمن نفسنا. ماشي يا باشا. تحت امرك يا باشا. ماشي. ارجع يا ابني امن السور يا ابني، ارجع عينك مفتحة. صباح الخير. صباح النور يا مختار. ها؟ نمتي كويس؟ لا ما عرفتش انام طبعا. برضو؟ حد ينام في ظروف زي دي. معلش. انا تعبت معايا قوي امبارح يا مختار. ولا تعب ولا حاجة. بس انا لازم امشي بقى دلوقتي علشان الحق اروح البيت استحمى واغير هدومي وانزل على الشركه وارجع لك هنا تاني. انت خليكي هنا وما تتحركيش، لو حصل اي حاجه تكلميني في التليفون على طول. يا عم انت بتفتشني ليه وانا داخل ايه؟ الصوت ده؟ مش هقعد. رايحه فين؟ خش جوه انت. لازم اقابل الست بس هينفع. خش جوه. احمد ايوه بس تعالى نشوف ده مين. تعالى بس جاي. وطي صوتك. مش هوطي صوتي، في مصيبة، لازم أقابل الست. مش هينفع تقابل المدام، المدام نايمة ولازم أكلمهم عشان يبلغوها. قول لها طب عطوة بتاع بولاق. إيه في إيه؟ يا باشا عايز أقابل الست ومش عايزين يدخلوني. أنت مين وعايز إيه؟ يا باشا في مصيبة، أختها في المستشفى بين الحياة والموت، ولازم تشوفها. وإنما مدام، قولي قولي للعسلية إن أنا عايز أقابل. إيه؟ عسلية؟ عسلية؟ عسلية عايز اقول لك حاجة عسلية، سيبوني اكلم عسلية اقول لها حاجة. طيب في ايه يا عطوة؟ علي علي قتل راشد وشوه وش في تون وهرب. انت جبت الكلام ده منين وهي فين؟ هي في المستشفى. مختار عايز اروح لها. مش هتروحي في حتة دلوقتي خالص. لازم نفهم ايه اللي حصل بالظبط. يا باشا لازم تشوفها. تعالى. تعالى. حاضر يا باشا. انت قلت لي انت مين؟ انا عطوة الحلاق من بولاق، جارهم من زمان. وايه اللي حصل؟ هي وشها تشوه ولازم تيجي تشوفيها، لازم تيجي تشوفيها. انت عرفت منين الكلام ده؟ هم اصل هي قالت كده والام انا قبضوا عليها على السلم وقعدت تقول ده كده وهي كانت متشوهه وعماله تتكلم في الكلام ده. حاضر يا باشا. نفهم بس. اتفضل. حاضر يا باشا. الراجل اللي انتوا بعتوه عشان يقتلني طلع معرفة قديمة. أنا مش فاهمة بتقولي إيه. الراجل اللي دفعتوا له فلوس كتير عشان يخلص عليا مش طلع تعرفه وما قتلنيش. مدام داليا أنا مش فاهمة بتتكلمي على إيه خالص. أنا جاية لك بالرسالة النهاردة من هاني وسامح. عارفة إنكم عملتوا لي جميلة مش هنساها لكم عمري. أنا النهاردة خلصت من أكتر واحد بكرهه في حياتي اسمه راشد. أنا مش فاهمة بتتكلمي على إيه. مش مهم. مش مهم تفهمي. أنا جاي النهاردة أعرض عليكي 100 مليون جنيه كاش تحطهم لك في حسابك في البنك ونسيب لك الفيلا دي كلها فوق. حلوين. بتوع إيه دول؟ مقابل الشركة. تصدقي إن أنا فعلا كنت عايزة تنزلكوا عن الشركة بعد ما مراد مات. بس لما افتكرت اللي كان بيقوله لي على ولاده جاحدين عليه في خيره وما كانوش بيسألوا عليه وكان زعلان منهم قوي. أما انتي ده كان بيقول فيكي شاعر، شاعر في أنانيتك وشرك. لو انتي مكاني بقى هتتصرفي ازاي؟ أرجع الحق لأصحابه. طب بص أما أقولك، أنا جاي عليا وقت كنت متصاحبة على حرباية. حرباية من اللي بتلونوا دول. عارفة علمتني إيه؟ سأليني إيه؟ إيه؟ علمتني إزاي أتعامل مع الأشكال اللي زيك. اطلعي بره. استني. من بكرة المحامي بتاعي هيطالب بحقي في الميراث. أيوة يا سامح، أنا لسه خارجة من عندها حالة، كل حاجة باظت. عرفت إن إحنا أجرنا حد عشان يقتلها، طلع
تعرفه؟ معرفش. بقول لك معرفش، وقالت هتاخد كل ميراثها كمان عشان اللي احنا عملناه. لا 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 لا، انساني، ام اوت، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. انتوا الاثنين قاعدين بره وسايبيني انا في وش المدفع. وبعدين في الاول وفي الاخر مش هاخد حاجه من اخويا الله يرحمه. ومش عايزه ادخل في مشاكل انا مش قدها، اوكي؟ يلا باي. الو الو، ازيك؟ الحمد لله. انا بكلمك عشان اقول لك ان انا قاعد قدام احلى بورتريه رسمته. بورتريه ليا انا؟ ايوه طبعا، امال هيكون ليا. بجد؟ مش كده يا حبيبي؟ برافو يا روح قلب ماما. طب يا مختار، انا كنت عايزه اقول لك انه عبد الحميد كلمني وكان طالب مني ملفات الضرايب، فلو ينفع يعني. هو ده قابل حرامي؟ يا ايه الصوت اللي جنبك ده؟ انا هخرج يعني. داليا انت معاني؟ والنعمه راحت. هو انا امك يا سيدي؟ يا نهار اسود يا عسليه الحين يا اختي. ثانيه واحده يا مختار، ثانيه واحده. في البيت سيبها لو سمحت. مالك يا حبيبتي؟ النبي انا عايزه اروح اقابل جوزي، عايزه اروح بوليان. طب معلش يا مختار، انا مضطر اقفل دلوقتي. ماشي، مع السلامة. لا مؤاخذة، ممكن تديني العباية السمرة القديمة بتاعتك وطرحتها؟ ما انتي اسم الله ما بقيتيش محتاجاها. أنا بس عايزاها عشان أروح بيها بولان بدل الزفت اللي أنا لابساه. طب اقعدي يا حبيبتي، هنقعد مع بعض أنا وأنتي وشاهين ونتعشى وبعدين هاخدك على بولان. أنا عايزة أروح أشوف علي، عايزة أروح بولان أشوف جوزي. عارفه لو صوتي تاني قدام شاهين انا هسجنك في اوضتك ومش هطلعك منها تاني، فاهمه؟ يا فردوس، فردوس. ايوه دمبلي، خير؟ في ايه؟ خدي شاهين جوه. طيب يلا يلا، تعالى نطلع اوضتنا. يلا تعالى. معلش يا حبيبتي ما تزعليش مني، بس انا مش عايزه شاهين يخاف منك. ولا انا عايزه يخاف مني يا اختي، والله والله العظيم انا بحبه قوي. بس انا بقى ما بحبش علي او النعمة، ما بحبوش. ولا الزفت راجل بحبه، ما بحبهمش انا. بصي يا اختي، بصي شوفي وشي، انا مش عايزاه، مش عايزاه يا عسليه. والله انا عايزه اجيب وش تاني. يا اختي والنعمه، انا معايا فلوس اساسا، انا مسافه السكه، انا مش هتاخر عليكي خالص. انا عايزه اروح اشتري وش وارجع على طول. تعيطيش يا حبيبتي. انتي مش عايزاني اشتري وش؟ ايوه، انتي مش بتحبيني، انتي مش اختي ولا نيلة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. تعملي فيا كده؟ ماشي يا عسلية، حاضر. انا اسفه يا فطور اني عرفت علي على مكان.